وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد إبراهيم نونو، رئيس الجالية اليهودية في مملكة البحرين. مساء الخير سيد إبراهيم، ونرحب بك في نشرة الثالثة من منطلق منصبك كرئيس للجالية اليهودية في مملكة البحرين، وكونك رجل أعمال أيضا وعضو سابق في مجلس الشورى. كيف تنظرون إلى نموذج التسامح الديني والتعايش في مملكة البحرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على هذا اللقاء. طبعا البحرين لها تاريخ طويل في التسامح الأديان. نحن كنا مشتغلين في السوق من أيام السبعينات طبعا في الصرافة، والجالية اليهودية كانوا موجودين في السوق مديم. طبعا يعني أنا من خبرتي لا صار أي مرة في حياتي هنا في البحرين إن أي شخص أعطاني أي شيء سلبي عن ديني. فهذا هذا يراوي الناس إن البحرين لها تسامح الأديان، وطبعا الكل في عنده احترام للأديان الآخر، فللكل دينه، ما عندنا أي إشكالية عن دين الآخرين. فهذا الشيء الصراحة يخلي البحرين تكون دولة ممكن البحرين تدرب الدول الأخرى على التسامح الأديان، لأن الأديان كلهم موجودين هنا في البحرين. نعم، قبل أيام صدر بيان عنكم يمثل المجتمع اليهودي في مملكة البحرين، أشاد فيه بالقرار الشجاع لجلالة الملك المفدى في إعلان اتفاقية تأييد السلام مع دولة إسرائيل. كيف يتفق هذا القرار برأيكم مع القيم التي لطالما تميزت بها مملكة البحرين في التعايش وتعزيز السلام وقبول الآخر؟ نحن بنشوف أصحابنا الأوليين اللي مثلا كانوا موجودين في أيام الأربعينات والخمسينات وبعدين هاجروا وراحوا لإسرائيل، هذول الأشخاص عيالهم يمكن يزوروننا هنا في البحرين، يمكن يبغون يزورون أهلهم اللي موجودين في المقبرة اللي موجودة عندنا. فهذا الأشياء بيكون نوع من الأشياء تاريخي، الطريقة إن بيحبون يشوفون الكنيس، بيحبون يشوفون البيوت اللي كانوا عايشين فيها أمهم وأبوهم. فبيسبب لنا نوع من الزوار اللي بيجون البحرين، وبيسبب لنا نوع من الاستثمار اللي بيجيبون معاهم. نحن ننتظر هذا الشيء بعد. نعم، السيد إبراهيم نونو رئيس الجالية اليهودية في مملكة البحرين، شكرا جزيلا لك.